سلام حبيباتي، سلام زينات، وش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير. انا الحمد لله. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد تحت عنوان مشتريات عروسة جديدة من اواني المطبخ، وكنت شريتهم من ساحة شهداء وشاركتكم هذه المشتريات باش اي وحدة راهي تجهز وتشري معن، ولا عروسة حابة تشري، ولا اللي راهي حابة تشري كاش حاجة لرمضان، باش كامل تدو افكار وتان تعرفوا الاسعار والحاجة المليحة اللي تقدروا تشروها. وكنت شاركتكم بالجزء الاول، واللي حبت تشوفوا راني خليت لكم رابط الفيديو في صندوق الوصف، واللي ماشي مشتركة في القناة نقول لك حبيبتي اشتركي، مراكش راح تندمي. وما تنساوش تفعلوا زر الجرس باش يوصلكم الاشعار غير نتشارك معكم فيديو جديد. وقبل ما نبداو حبيباتي، ما تنساوش تبداو لنا الفيديو بلايك حلو كيما نتوما. واول حاجه حبيت نبدا لكم بها هي هاد الجفنه اللي عجبتني بزاف، وغير شفتها قلت له هذا هو الموديل اللي ندو منه. كما راكم تشوفوا خياتي، عجبوني هذوك الرسومات اللي جايين فيها بالنوار، فوالا كيفاش جايين. وتان خياتي لقيت فيها من الكبيرة للصغيرة، وحنا كنا دينا هذه هي الكبيرة كامل اللي عنده. شوفوا خياتي كيفاش جاية، جاية بزاف خشينة ورزينة. وهادو ما لقيناهم صود، لقيناها 550 ألف. ايماجينيو يا البنات، في بلايص واحد اخرين ولا غير تلحق حتى 700 ألف 800 ألف، مي كلقيتها 550 قلت والله ما نراطيها. وكما راكم تشوفوا هدية تاع الفيتنام، يعني كاليتي والبوا تاعها حاجة شابة. فوالا خياتي ورزينا، ما تخافوش كامل تخسري لكم، ولا راكم على بالكم نحتاجوها نعجنوا فيها ولا كي نديروا طعام ولا كاش حاجه نستعملوها. وشريت خياتي هاد البانسو، وكنت خيرته هكذا في البلون، هو جاي تاع سيليكون، وكنت خلصته 15 ألف. وكما على بالكم نستعملوه في الكاطو ولا في بزاف عفايس، يعني هو حاجة من الأساسيات في الكاطو. وتان خياتي شريت هاد المغرفة اللي جاية على شكل سباتول، وعجبتني بزاف لاكولاغ ديالها، وهي جاية تاع سيليكون وخلصتها 25 ألف. وشريت هذه خياتي اللي نقلبوا بها كاش حاجه ولا كنت تعرفوا تاع قليان ولا، وكنت خلصتها 30 ألف. وشريت هذا الفوي، وهذا الفوي خياتي جاني بزاف كبير كي ديته للدار، وخلصته 30 ألف. قلت لا بروشان فوا ان شاء الله كي نزيد نخرج نشري واش مازال خاصني نشري واحد اخر يكون هكذا شويه صغير عليه، على خاطرش هذا بزاف كبير. وتان خياتي لقيت هاد الموس وعجبني بزاف، شوفوا الشكل تاعو شحال هايل. وتان وين يقطع كيفاش جاي، جاي بزاف هايل، وكنت شريتو 20 ألف. وشريتان هاد السكرفاج وكنت خلصتو 20 ألف. لقيت بزاف لي موديل مي ما عجبوني، شريت هذا والموديل اللي راهو فراسي، قلت كي نلقاه لا بروشان فوا ان شاء الله نشري منه. وشريت هاد المقلاة خياتي كما قلت لكم في الفيديو اللي فات، شريت هذيك المقله كبيره شويه، قلت اذا لقيت مقله يعني رزينه وهيله تكون صغيره نشريها. لقيت هذا الموديل خياتي جايه كاليتي وبزاف هيله كما راكم تشوفوا، شريتها 140. شوفوا اليد تاعها كيفاش جايه رزينه، وتاني جايه ماشي رقيقه، يعني جايه رزينه ما تحرق لكمش الماكله وكامل كما راكم تشوفوا تاع اسبانيا. فوالا خياتي، وتاني تلداخل عندها هذيك الطبقه اللي ما تخليكمش الحاجه تلصق، يعني ما تلصقش الماكله. وشريت حبيباتي هاد الفخيتوس كما راكم تشوفوا، وخيرتها هكذا في النوار، وجايه هي الكبيره، كاين اللي صغار عليها، مي انا حبيتها تكون كبيره باش كي نقلي زعما كونتيتي ولا بلا ما نقعد نقلي ونعاود. وكما راكم تشوفوا خياتي جايه كامل نوار من الداخل ومن برا، وعندها هاد القطاره ولا هاد اللي تحطوا فيها العفسه كي تجوا تقلوها. فوالا خياتي كيفاش دايره ورزينه. وايماجينيو يا البنات هذه لقيناها 150، لقيناها صد في بلايص واحد اخرين قادرين تلقاوها حتى ل 200 ولا 250 ولا، مي حنا لقيناها بزاف رخيصه. على بها يا البنات، كي نقول لكم قبل ما تشرو كاش حاجه دوروا في بزاف حوانت، على خاطرش قادرين تلقاوها في حانوت موان شير، ومن بعد تشروها زعما من بلاصه واحده اخرى تكون غاليه ومن بعد تندموا. انا خياتي كي درت لقيتها هذه في بلايص واحد اخرين غاليه، مي كي لقيتها بهذه السومه قلت والله ما نعطيها
وتنخياتي كنت شريت هذا الطبسيلي جاي في البلون، جاي على شكل وردة كما راكم تشوفوا، وكنت خلصته 35 ألف. هذا تاع مكسرات ولا ليسونسيال تحطوه في لاطابل هكذا يجي بزاف هايل. وشريت انا هاد السيرفيس خياتي، وكما راكم تشوفوا هاد لا مارك بزاف هايله وننصحكم بها على خاطر راه يخدموا حاجه كاليتي ورزينه. وكما راكم تشوفوا يا البنات هاد السيرفيس تاع جو ولا تاع غازوز ولا، وجايب لي كولور خطره خياتي في دارنا شريت واحد كيما هذا نفس الموديل مي ماشي هكذا بلي كولور، وكنت خلصتو 70 ألف، ودوكا كي شريت هذا لقيتو 80 ألف. قلت بالك على جال لي كولور ولا زادوا له هذيك الديميل، مي قلت والله ما نعطيه على خاطرش جايب بزاف شباب وكي تحطوه هكذا. تاع شلاضه ولا تاع تحطوا فيها هكذا تاع كاش حاجه ولا يجي بلا ويجي بزاف كبير. وكاين تاني طبسي وحده يجي كيما هكذا كيما تاع الشوربه، هو يجي بزاف كبير زعما هكذا تاع طعام ولا كاش حاجه تاع شخاشخ ولا راكم تعرفوا. دوك تشوفوهم كامل
شبكم وتكونوا استفدتوا وديتوا افكار، واللي عندها حاجه في قلبها ان شاء الله ربي يحققها لها، اللي ما عندهاش كوزينه ان شاء الله ربي يرزقها بكوزينه، واللي ما عندهاش ما ان شاء الله ربي يكتب لها تشري كامل واش راهي حابه في خاطرها، وتانيت اللي ما عندهاش دراري ان شاء الله ربي يرزقها، اللي ماشي متزوجه ان شاء الله ربي يرزقها زوج صالح، كل حاجه ان شاء الله يا ربي اللي راهي في قلبكم حبيباتي ان شاء الله ربي يحققها لكم ويرزقكم كامل واش راكم متمنين، ان شاء الله ربي يفرحكم كامل كما راكم تفرحوني وكما راكم داعميني. لهنا حبيباتي ما بقى ليا غير نقول لكم ما تنساوش ديروا لي لايك لا فيديو، نحبكم.